في خدمات دعم نفسي وتعليمي بيقدمها صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. الصندوق قدر ان هو يجهز 51 مدرسة في محافظات او محافظة القاهرة وأسيوط بالأدوات ووسائل التكنولوجيا اللي بتساعد طلاب ذوي الهمم على التعليم. كمان ايضا تم تدريب هؤلاء الطلاب من ذوي البصيرة على مهارات القراءة والكتابة طبعا باستخدام طريقة برايل، وتدريب أيضا المدرسين والإخصائيين بهذه المدارس على دعم ومساعدة هؤلاء الطلاب. خدمات معنوية ودعم مادي يستهدفها صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة الذي يحمل شعار عطاء، ويأتي على رأس اهتمامات الصندوق عملية الدمج التعليمي، ويتم تقديم الخدمات مجاناً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال فترة وجيزة عقد الصندوق الكثير من الشراكات التي من شأنها تقديم خدمات أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتمويل العديد من المشروعات، منها الدمج التعليمي بمحافظتي القاهرة وأسيوط على وجه التحديد. وكان نجاح المرحلة الأولى من هذه المشروعات الدافع وراء استكمال النجاح والاستثمار فيها والبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف التوسع في مدارس وإعاقات أخرى بالشراكة مع 3 جمعيات ومؤسسات أهلية في دعم 59 مدرسة في محافظات القاهرة وأسيوط وبورسعيد. وقام الصندوق من خلال هذه المشروعات في المرحلة الأولى بتجهيز 51 مدرسة بالقاهرة وأسيوط ما بين غرف مصادر نموذجية شاملة ومتكاملة وأدوات ووسائل وأجهزة تكنولوجيا مساعدة لاستخدام الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وغرف الخبرات العلمية والعملية داخل المدارس. كما تم تدريب 123 من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية على مهارات القراءة والكتابة باستخدام طريقة برايل واستخدام البرامج الناطقة وتدريبهم على المهارات الحياتية، بالإضافة إلى تدريب 705 من المدرسين والأكاديميين والأخصائيين بالمدارس و376 من المسؤولين والقيادات بوزارة التربية والتعليم و690 من أسر الطلاب ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة تم رفع وعيهم بأهمية الدمج التعليمي. ويستهدف الصندوق في الفترة المقبلة تدشين مشروعات أخرى ذات أهمية مقدمة من جهات شريكة مختلفة، منها مشروع توفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الأطراف الذي يهدف إلى توفير 280 طرفاً صناعياً للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف، وذلك عن طريق استخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية بجانب تقديم خدمات الدعم النفسي للطلاب. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك، برحب بيكي وبنحييكي طبعا على يعني الشغل اللي حضراتكم قايمين بيه. يمكن شفنا في التقرير دلوقتي اهتمامكم بالأطفال في محافظة أسيوط والقاهرة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا بك يا أستاذة أميرة، وخلينا نتكلم عن صندوق عطاء وما يفعله من ما يعرف بعمليات الدمج التعليمي. يعني ايه دمج تعليمي الاول؟ هو الدمج التعليمي هو فكره ان الاطفال اللي عندهم اعاقات يتعلموا في نفس الاماكن مع اطفال ما عندهمش اعاقه باستخدام الادوات اللي تناسبهم. فالشخص الكفيف على سبيل المثال هيبقى قاعد جنبه طالب مبصر، وهيبقى ده بيستعمل الورقه والقلم عشان هي دي الطريقه اللي تناسبه، وهيبقى الطالب الكفيف بيستخدم الآلة بتاعت بيركنز عشان يكتب عليها، بيتعلم طريقة بريل عشان دي وسيلته هو القراءة والكتابة. فهم المفروض يتعاملوا سواسية جوه الفصل، بس كل واحد عنده الأدوات اللي تناسبه عشان يعرف إن هو يبقى يعني ده صحي، مش بس للطالب اللي عنده إعاقة بس كمان للطالب اللي ما عندوش، لأن هو بيتعلم إنه في ناس مختلفة عنه، إحنا كلنا مختلفين. ففي الإعاقة بوجه عام إحنا بنحاول إن إحنا نرفع الوعي كمان إنه الإعاقة مش مرض،
انه الاعاقه ده اختلاف معين موجود دائم وهيبقى موجود على يعني على مر الازمنه المختلفه. فسواء كان نتكلم على الاعاقات الحركيه محتاجين تهيئه مكانيه عشان الطالب يعرف يوصل المكان المدرسه، نتكلم على الاعاقه البصريه فمحتاج ادوات مختلفه، الاعاقه الذهنيه فمحتاج تهيئه للمناهج والحاجات اللي بيدرسها، الاعاقات السمعيه، فكل اعاقه من دول محتاجه تيسيرات وتدابير معينه عشان يعرف الشخص انه يدرس زيه زي الطالب اللي ما عندوش اعاقه. لا طب انا يعني انا مش متخيله لو طالب ما عندوش او طالب من ذوي الهمم يعني محتاج مش مبصر يعني، فالنهارده هو بيتعلم حساب، المدرس اللي بيشرح على السبوره ده هيفهم مين ولا مين؟ فاهمه قصدي؟ يعني انا بصراحه مش مستوعبه شويه الموضوع ازاي بيتم. يعني انا بشوف دايما انه مهم انه نفرق الفصول، مش عشان حاجه، عشان اقدر ادي الوقت الكافي للطالب اللي محتاج مجهود مختلف، مش هقول اكتر او اقل، مجهود مختلف من المدرس ان هو يعني يفهم الطلاب، ولا هيكون في المدرسين اللي هم بيسموهم الشادو اللي بيكونوا موجودين؟ فهميني اكتر ازاي بيتم، جهزتوا المدارس ازاي والمدرسين ازاي؟ اوكي، هو الشادو تيتشرز بيبقوا اكتر في الاعاقات الذهنيه، بس الاعاقات البصريه مش بيبقوا محتاجين، ده هو فهمه يعني كامل زيه زي الطالب اللي جنبه. هو المشكله الوحيده ان هو مش شايف الحاجه اللي مكتوبه على السبوره او مش عارف يقرا بطريقتنا العاديه باستخدام النظر. فهو مطالب بس من المدرس اللي بيبقى واقف ان هو يعمل حساب ده عشان الطالب ده يعرف يتابع ويبقى يعني فولوينج اب مع الدراسه زيه زي الطلاب الثانيين. فمثلا يعني اللي ممكن يحصل ان الطالب الكثيف بيتعلم بره الفصل في حاجه اسمها غرف مصادر، فبياخد يعني زي سيشنز اضافيه مع المدرسين بتوعه ان هو ازاي يتعلم لغه بريد، فانا ازاي اكتب واقرا باستخدام المكنه بتاعه بريكن. والمطلوب من المدرسه او المدرس ان هو لما مثلا هيكون هيكتب حاجات على السبوره، هيوزع حاجات على الطلبه الثانيين، ان هو يعمل حساب الطالب ده، فالورق بيطبع له هو بطريقته هو بلغه بريد، فهو بيعرف ان هو يعني يتابع في الفصل زي الطلبة الثانيين. هو ما عندوش أي حاجة ليها دعوة بالفهم، هو كلها وسيلة إن أنا بس أبقى أنا فاهمة. أنا فاهمة، لكن خلينا نقول لو طالب يعني سمعه مش يعني ما بيسمعش كويس النهاردة، إزاي أنا كمدرس هقدر إن أنا في ساعة أو 45 دقيقة من وقت الحصة أفهم عدد الطلاب اللي قدامي من ضمنهم طلاب محتاجين مجهود مني مش هقول إضافي لكن مختلف؟ عشان كده في غرف المصادر ان هو بيطلع يعني في الفصل بيحضر عادي جدا مع الطلبه، وغرف المصادر بيستخدمها في اوقات معينه عشان يروح ياخد كانه يعني سبورت اضافي. هو محتاج مساعده زياده. هل 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 كل المواد بيحضروها مع بعض، ولا في مواد معينه بيحضروها ذوي الهمم ومواد ثانيه محتاجه منهم يعني فصول مختلفه مثلا؟ لا، كل حاجه بيحضروها مع بعض، ويعني حتى شاركت معاكم صور، انا بس مش شايفه الصور، بس في يعني احنا عندنا تجربه عمليه من القاهره واسيوط، الطلاب قاعدين جنب بعض هيطلعوا يقعدوا قدام عاده عشان يبقى سامع يعني سامع اكتر في الفرق، بس هو بيحضر كل حاجه زيه زي اي طالب تاني. مفيش حاجه مختلفه غير مثلا وقت الامتحانات لازم يتعمل له امتحان بطريقه برضو بتمتحنه الكتروني على الكمبيوتر، او بيمتحن على الكمبيوتر لانه ده اسهل حاجه عشان هياخد امتحان، وهيبقى بس احنا غيرنا الوسيله اللي هو بيمتحن بيها، بس المعلومات اللي جوه والاسئله اللي بنسالها وكل حاجه هي نفس الحاجه بالظبط. صحيح. طب المرحله الاولى من مبادرتكم دي اللي هي يعني نقدر نقول انها وصلت لكم مدرسه، هتاهل كم طالب؟ عندنا ارقام في هذا الامر؟ طبعا، احنا في المرحله الاولى احنا اشتغلنا في 51 مدرسه في محافظه القاهره وفي اسيوط، من اجهز المدرسه من ما بين بقى غرف مصادر بتبقى موجوده عشان الطلبه يعرفوا يستخدموها، بنجهز كمان الاطفال اللي مثلا ضعاف البصر بادوات ووسائل مساعده، فمكبرات، حاجات مختلفه عشان هم يعرفوا برضو ان هم يستخدموها بطريقتهم. كمان بندرب الطلبه نفسهم يعني من خلال المشروعات دي على مهارات القراءه والكتابه باستخدام طريقه بريل،
في برامج ناطقه بيستخدموها، بندخل التكنولوجي عنصر بقى الكمبيوتر والتكنولوجيا بندخله من اول اعدادي وثانوي طبعا. في كمان ان احنا بندرب المدرسين، احنا دربنا حوالي 705 من المدرسين الاكاديميين والاخصائيين في المدارس دي، اكتر من 370 مسؤول وقيادي في وزاره التربيه والتعليم. والاسر كمان مهمه قوي بالنسبه لنا ان احنا نرفع الوعي، مش بس اسر الطلبه ذوي الاعاقه، بس كمان اسر الطلبه اللي ما عندهاش اعاقه، لان التقبل كمان في المدارس وان الطلبه اللي ما عندهمش اعاقه يعرفوا يتقبلوا الطلبه ذوي الاعاقه ده مهم جدا عشان عمليه الدمج، واحنا بنشوف انها حاجه صحيه جدا ليهم هما الاثنين. ويعني احنا مصر مرضي على حتى المعاهده الدوليه بتاعت الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني هو في العالم كله هو الناس ماشيه ناحيه الدمج، لانه لقوا ان اكتر طريقه صحيه لينا كمجتمع ان احنا يعني نزدهر وان احنا يعني نتصور انه يبقى الاطفال اللي ما عندهمش اعاقه بيتعلموا مع الاطفال اللي عندهم اعاقه في نفس المكان، بس كل واحد بطريقته. المرحله الثانيه اكتر محافظه يعني نجحت في الموضوع الدمج ده تعتبر محافظه ايه؟ هو الصراحه كله شغال كويس قوي، بس اسيوط يعني الناس متحمسه جدا جدا ومتعاونين جدا. ففي اسيوط، لان اسيوط كمان الجمعيه الشريكه اللي بنشتغل معاها بقى لها سنين بتشتغل هناك، فاوريدي الناس وعيهم يعني في مرحله كويسه جدا، هم متحمسين ومتعاونين، فاسيوط يعني شغالين كويس قوي. طب احنا كمان في المرحله الثانيه، انتوا ايه المعايير اللي اخترتوا بيها المحافظات؟ يعني انتوا زي حضرتك قلتي يعني اخترتوا القاهره واسيوط، هل في معايير معينه لاختيار المحافظات؟ هل في محافظات ثانيه معاكم غير القاهره واسيوط؟ يعني طبعا احنا بنحاول نبتدي بالمشروعات بالمحافظات اللي احنا هيبقى يعني التواجد بتاعنا فيها قوي، وطبعا ان هي تبقى حاجه مؤهله. خدنا القاهره واسيوط كمان عشان التنوع، يبقى عندنا كمان معانا الصعيد. المرحله الثانيه اللي جايه دي بورسعيد ان شاء الله هتبقى داخله معانا، وحلمنا في صندوق اعطاء ان احنا طبعا نتوسع ونعرف نوصل يعني لكل المدارس في كل المحافظات. فاحنا ان شاء الله في الخطه اللي بنشتغل عليها في برنامج تكافؤ الفرص التعليميه ازاي نقدر نتوسع ونعرف ان احنا نوصل اكبر قدر من المحافظات. ان شاء الله. هل في مراحل دراسيه معينه بيستهدف الصندوق التعامل معاها وتاهيلها وتوفير الجو العام والملائم ليها؟ يعني احنا بنشتغل على ابتدائي واعدادي وثانوي، بس كمان عايزه ازود حاجه، احنا بنشتغل كمان على التعليم الجامعي. يعني عندنا مشروعات يعني قويه جدا في الحته دي. احنا بنشتغل على فكره عامه تمكين الطلبه ذوي الاعاقه فايا كان هم المرحله الدراسيه اللي هم فيها. فمثلا في جامعه عين شمس دخلنا اشتغلنا على التهيئه المكانيه للجامعه. يعني انا كطالب داخل الجامعه محتاج يبقى عندي رامبات، عندي اسانسير بعرف استخدمه، الحمامات يبقى فيها اتاحه، فكل اوجه الاتاحه اللي موجوده جوه الجامعه بنشتغل على توفيرها. جامعه عين شمس الحرم الجامعي الرئيسي النهارده بقى متاح ومهيأ. اشتغلنا كمان على ان الطلبه ذوي الاعاقات الحركيه يبقى عندهم حاجه اسمها كرسي بالمقاس، لان الكرسي العادي اللي الطلبه بتستخدمه ان هم يروحوا بيه يعني اللي هو الحديد العادي ده كرسي مستشفيات. هو المفروض كل شخص مستخدم كرسي عنده مواصفات معينه، الكرسي بيطلع بالمقاس بيمنع يعني تطور مضاعفات معينه، بيحمي عمود الفقري بتاعه. يعني احنا عملنا ده في كل الطلاب الجامعيه يعني في معظم الجامعات، ودخلنا كمان الاتاحه دلوقتي في جامعه الزقازيق وجامعه المنوفيه. والحقيقه احنا عشان صندوق بيحب يعني يستند على ادله علميه للمشروعات بتاعته، فبنرجع نعمل دراسات ونشوف هو مدى يعني الاثر بتاع ده كان ايه على الطلبه. فلقينا انه 75% من الطلبة اللي كانوا موجودين في جامعة عين شمس مستخدمين الكراسي بعد ما عملنا التدخلين دول بتوع الكرسي المتحرك اللي بالمقاس والإتاحة جوه الجامعة، زاد معدل ذهابهم للجامعة وقل كمان احتياجهم على للمرافق. فما بقاش الطالب محتاج ان حد يزقه جوه الجامعة او يشيله عشان يطلعه سلم لمحاضرته او يساعده عشان يخش الحمام عشان هو المكان مش يعني مش مستحمل. فكل الحاجات دي في الاخر بتؤدي الى
الاستقلاليه بتاعت الشخص ذوي الاعاقه والطالب ذوي الاعاقه جوه الجامعه. وده في الاخر هو ده الدمج الحقيقي اللي احنا يمكن بنتكلم عنه، انه الشخص من ذوي الهمم يحس ان هو يعني في المكان قادر ان هو يتنقل بسهوله، قادر ان هو يتعامل بسهوله، وهو ده اللي احنا بنسعى له يمكن من سنين كثيره جدا جدا، لكن يوم بعد يوم بنشوف فيه تطور كبير. كل الشكر ليكي يا استاذه اميره الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق عطاء لدعم ذوي الهمم التابع لوزاره التضامن الاجتماعي، شكرا ليكي.